we are here because we think Saudi is a very interesting country and market, and we want to be here to support the development of the cinema industry. So Ari is already working with rental houses, production houses, studios all over Saudi, and we are definitely looking into getting more partners and more business opportunities here. بيوند اللي هي تقدم تقنيات الانتاج الافتراضي فقط تاتي في مرحله ما قبل الانتاج ومرحله الانتاج البري فيجواليزيشن بالاضافه الى تصميم المواقع ليوم التصوير بحيث انه نحن كشركه نهتم بدمج الواقع الحقيقي مع الواقع الافتراضي. السعوديه بلد الحالمين، في حالمين كثير فنانين، احنا هنا في جمر نجمع الحالمين ونحكي قصصنا بطريقة مميزة جدا. الانيميشن في صناعة موجود في كل مكان في العالم، الآن هو موجود في السعودية، احنا في استوديو جمر استوديو محلي إبداعي، الانيميشن تلقاه عندنا هنا في الرياض في السعودية.